خلاص. فانا جيت ناس قالوا لي ايه انت تروح لمسجد في المنصورة، المسجد دوت هو اللي بيختص العمليات دي يعني، هيقف جنبك والكلام ده. فقلت اما اروح، فانا رحت كلمت الراجل اللي هو صاحب المسجد ده، المسجد دي كبير اوي في المنصورة يعني. فقلت اكلمه والكلام ده، لما اكلمه جايز اقف جنب مني ولا حاجة، اقول له على الشقة اللي هتروح مني والكلام ده والعفش بتاعي. رحت كلمته واديته الورق بتاعي، وقلت له انا شرط اسلام انا وزوجتي واولادي والكلام ده، وعايز اجيب العفش بتاعي من الشقه، او عايز اجيب شقتي، شقتي دي بتاعتي تمليك اصلا، انا اللي عاملها في بيت ابويا والكلام ده، انا اللي بانيها وصاببها وعامل فيها كل حاجه اصلا، ده حاجتي، قلت اجيب الشقه حتى. فالراجل الشيخ دوت قال لي خلاص ماشي، انا هكلم لك ناس في امن الدوله والكلام ده، يحاولوا حتى يجيبوا لك العفش منها او اي حاجه. جيت ببص مفيش يعني، ساعتين زي ما جيت ببص لقيت جالي حوالي 50 تليفون من الناس بتوع من الدولة، 50 تليفون دول، تعالى الظابط عايزك، تعالى الظابط عايزك. فأنا قلقان إيه، اشمعنى الوقت يعني؟ فقلت بقى أما هروح أما أشوف عايز إيه الظابط دوت، جايز يكون جاب لي العفش ولا حاجة. فرحت للظابط، بس فجأة إن الظابط دي حاجة سبحان الله، عايز قاعد يشتم ويهلل ويزعق فيا، وانت 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 مش اسلام، ايه اللي جايبك هنا تاني؟ انت عايز ايه بالظبط؟ قلت له عايز حاجه، قال لي حاجتك انت ما خدتهاش قبل ما تمشي ليه؟ قلت له بقى اللي حصل. قال لي انت عندك اواضي للناس والكلام ده، قلت له انا ما عنديش اواضي لحد ولا عليا احكام. قال لي لا عندك احكام، قلت له عندي الاحكام، ما عنديش احكام، سيبك من الكلام ده كله، دلوقتي انا عايز شقتي وعايز عفشي. قال لي وانا مالي هعمل لك ايه؟ عندك الاسم؟ قلت له عندي الاسم، اذا كنت رحت الاسم الضابط اللي في قلبه الاسم، قال لي انت ما انتش تبع امن الدوله. هروح لمين؟ قال لي روح للمأمور. قلت له المأمور هيعمل ايه؟ دلوقتي انا جاي لك اقول لك تجيب لي عفش، هات لي العفش بتاعي حتى، او هات لي شقتي، شقتي ديت بتاعتي تمليك ماشي. وجيت انا كلمت اخوات البنات، اخوات البنات قالوا لي خلاص تعالى هنديلك فلوس وسجل لنا الشقة. قلت لهم وماله ماشي، قلت له حتى حق البناية اللي أنا بنيتها والصبة والتكاليف بتاعت الشقة، ما هو أنا اللي عاملها. فجالي أخت قالت لي خلاص أنا هديلك والكلام ده، قلت لها ماشي. يوم والتاني قالت لي أنت مالكش حاجة عندي، ده أنت قاعدة في شقتي يعني ماليش عندك حاجة. يا خلاص يا ست الكفن ماليش جيوب، اقبلي مش عايز حاجة. قالت له أنا بقول لك كده، عايز ترجع نصراني تاني تعالى هنديلك اللي أنت عايزه، ولو عايز فلوس كمان هنديلك، ولو عايز نجيب لك فيلا بره هنجيب لك، بس تعالى ومالكش دعوه، هات العيال وهات مراتك. قلت لهم ما ينفعش ان انا ارجع تاني، مش عايز ارجع تاني اصلا. تعالى احنا سامعين ان انت ال ما انتش لاقي تاكل والكلام ده وقاعد عند الناس. قلت لهم انا مش لاقي اكل، وانا لا انا باكل وبشتغل والحمد لله يعني. قالوا لا بس تعالى احنا هنديلك فلوس انت عايزها، ونجيب لك سكن بره وبلاش اي حد يشوفك. قلت لهم انا عايزين ايه؟ قالوا تعالى نقعد معاك شويه والكلام ده. قلت لهم هتجيبولي الحاجه بتاعت الشقه؟ قالوا لي اه هنجيب لك شويه حاجات واحنا جايين من الشقه. قلت لهم ماشي. اول لقاء بقى دوت بقى اللي انا اشوف اخواتي في البنات بقى، قلت اخواتي البنات احن من الصبيان والكلام ده. قلت خلاص ماشي انا ايه اروح اقابله. فرحت اقابل اخوات البنات، تتصوروا اللي حصل. طبعا انا لابس طرحة عشان محدش يشوفني والكلام ده، اول ما شافوني قعدوا صوتوا في الشارع، ويلا مشي ابعد عنيني، امشي امشي، وزقوا فيا في قلب الشارع. فانا داخل بقى اخواتك البنات دول بقى انا خلع لهم، انا شوف سبحان الله يعني، كان 4 بنات اخواتي والدنيا كلها عارفه كده ان انا مفيش، يمكن اخويا الكبير كمان انا خالي عليه ماشي، مفيش واحد في البيت انا كنت بسيبه. بقى لما يكونوا واخدين حاجتي والكلام ده، واول ما يشوفوني كانهم شافوا عزرائيل يزقوا فيا، ويلا امشي من هنا والكلام ده كنت سايبهم وماشي. قعدوا صوتوا وقلتهم ابعد عننا والكلام ده، لما مش انتوا عارفين انا اسلمت وجايين تقابلوني ان انا اسلمت وعارفين؟ وقلت له خلاص ايه اللي غير الموازين؟ غير الموازين ليه؟ انا ربيت ده يعني الكلام ده، ما انتوا عارفين اني اسلمت، عايزين تشوفوا ايه يعني؟
من هنا لهنا لما كلمت الضابط ده في أمن الدولة قال لي مالكش حاجة عنده، هو جايبين ورق اللي انت بايع حقك في البيت كله. قلت له ما حصلش ولا بعت حقي في البيت ولا الكلام ده، ده هو اللي اتكلم معايا القسيس ذات نفسه ابونا بطرس ماشي وقال لي تعالى يا ابني والفلوس انت عايز انا اديها لك والكلام ده. قلت له خلاص ماشي ربنا يسهل انا هاجي، بس هاجي اروح فين واجي منين؟ انا عارف اصلا هما يعملوا ايه، هما مش عايزين انه معانين العيال، هما نفسهم يشوفوا العيال بأي طريقة. يعني انت مكلمه اكتر من واحد قالوا هندي لك 50,000 جنيه وجبنا عيل من العيال، وقعدوا يدوروا على العيال في اي كل مكان نفسهم يشوفوا العيال. انا افضل ماشي كده اتهدد ان هما اخطفوا عيل والكلام ده، طب لو خدوا عيل انا هجيبه منين؟ ما اللي قال واحد صاحب اختهم اسلمه لغاية دلوقتي خدوا عيالها وما جابهمش، أنا بقى عيالها مين اللي هيجيبهم بقى؟ وبعدين أنا مش قاعد في المنصورة، أنا لو قاعد في المنصورة ممكن أقول مثلا جالي أصحاب مثلا يساعدوني والكلام ده، إنما أنا مش قاعد في المنصورة. وبعدين أنا هفضل بقى ماشي أراقب عيالي بقى، عيالي بينزلوا يصلوا في المسجد دلوقتي وأنا بروح أصلي في المسجد، ما أنا ممكن ألاقي سكينة جاية في ظهري، ما أنا قبل كده مسكوني موتوني في القهوة في المحل القديم وعندي كذا شاهد من 20 سنة الكلام ده، وكنت هموت فعلا لولا الناس المسلمين. ولو كنت قلت للمسلمين في القهوة إنني عايز أسلم كان المسلمين أول موت إخواتي، وقلت برضك إخواتي والكلام ده وحرام مش عايز أسبب لهم في المشاكل ماشي. جه الوقت الضابط متعامل الدولة عايز يحبسني عشان بطالب بحقي، مش عايز حاجة ربنا يسهل. يعني هو واقف جنب منهم، يعني انا مش عايز منه حاجه يعني، ولا عايز ولا نازل المنصوره تاني. خلاص الحمد لله ربنا يغني. هم وحوا يعني الظبط عليا، ها انا لا بعت حقتي ولا بعت شقتي، وشقتي لسه موجوده في قلب البيت وفيها العفش بتاعي، والحته كلها عارفه الكلام ده، والجيران بتوع الشارع كلهم عارفين ان ده حقتي ودي شقتي انا اللي بنيها، والناس عند المحل بتاعي برضو في شارع ثانويه برضو عارفين ان ده حقتي، وانا اللي جاي بعدة في قلب المحل وجاي في تلفزيون ودهن ومروقه والكلام ده. كل دي ومش حاجتي، انا بقول انا عايز حاجتي لا اكتر ولا اقل، عايزين تاخدوه خدوه ماشي، خلي الكنيسه تنفعك والكنيسه هتفضل ايه يلا اللي يحمل يشيل. لو انا محتاج فلوس ولا الكلام ده ما انا كنت اديت لكم العيال وخدت الفلوس انا عايزها، انما حد يبقى عياله تطلبتوا العيال والكلام ده انا مش هديكوا العيال لان دول عيال، ولو عملت ايه كده محدش هيعرف مكان. وقلتها لاخويا الكبير قلت له انسى ان انت تعرف مكان، ممكن اكون اقول لك انا قاعد في مصر وتلاقيني قاعد في المنصوره، ممكن اقول لك انا قاعد في المنصوره وتلاقيني قاعد في تركيا، يعني مالكش دعوه بيا خالص. انا الحمد لله ماشي في طريق ربنا الوقت، واي حد يمشي في طريق ربنا محدش يعرف يوصله ولا حد يعرف يعمل معايا اي حاجه الحمد لله. يعني انتوا خدتوا البيت ماشي وخدت العفش اللي فيه وخدت المحل، ربنا هيعوضني خير الحمد لله. انا مش محتاج اي حاجه من الدنيا، انا محتاج حاجه واحده بس، العيال دهيت لو انا حصل لي حاجه هيروحوا فين؟ دي اللي انا بقوله للدنيا بس. يعني انا دلوقتي لو حصل لي حاجه ماشي عيالي هتروح فين؟ دي اللي انا بكلم اخواني يعني اخواني المؤمنين اللي هم عارفين يعني ايه اسلام والنفر بيسلم. وبعدين انا كانت امنيه حياتي اني اسلم اصلا ماشي، مش هاجي بقى بعد ما اسلم ادور على شقه وعلى بيت وعلى عفش والكلام ده، انا مش عايز اي حاجه. انا جيت لجأت للراجل بتاع الجامع والراجل بتاع الجامع خاف، هو كمان خوفوه لا يحبسوه ماشي، والراجل ده موجود لغايه دلوقتي ماشي، ومعايا رقم تليفونه ومعايا المكان بتاع مسجده والكلام ده، خاف هو كمان بتاع الشيخ بتاع المسجد، المفروض شيخ المسجد ده يبقى قدوة، خاف وقال لي ما عادش تجي لي هنا وانا هنسى اللي انت كمان شفتني، وهو امام مسجد، يبقى لما اكون امام مسجد راجل كبير وراجل كبير في البلد ويقول لك انا هنسى كمان اللي انا شفتك، مش المفروض يقف جنبي؟ لا خاف منه هو كمان، ما بالك هو ما يخاف بقى انا اعمل ايه؟ المفروض انا اخاف بقى واقعد في بلدي وما انزلش تاني المنصوره والكلام ده، لا انا عايز حق، عايز اعمل مستقبل لعيالي، عيالي دول لو انا مت ولا حصل لي حاجه هيروحوا فين؟ لا عيال كسر كلهم وزوجتي، وعلى فكره يعني مراتي معايا كمان، مراتي ما مشيتش مع واحد زي ما انتوا بتقولوا والكلام ده،
لا الست بتاعتي معايا ومسلمة ومراته وبعدين ما سابتنيش ساعة واحدة، ده راحت مع يومين ولا زوجتي قاعدة معايا يعني الحمد لله، وعيالي معايا وبنصلي كلنا. وبعدين انتوا بتقولوا من اللي انا خدت فلوس من الشيوخ 100,000 جنيه و200,000 جنيه والكلام ده، اثبتوا من اللي انا خدت فلوس من الشيوخ ماشي. اخواتي انتوا تقولوا كل حاجة، انا مش عايز اجي عليكم البلد، انا لما بنزل المنصورة بنزل عند ناس وانتوا عارفين الناس اللي بنزل عندهم ماشي، وانا لو حصل لي اي حاجة الناس دي هتعرف تحميني ازاي، واحد هيموتني واحد هيقتلني واحد الكلام ده كله، انا ما بخافش الا من ربنا الحمد لله. وبعدين الموت لو جه فاهلا به الحمد لله، يعني انا وحدت بالله يعني كل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا الحمد لله يعني. وبعدين انا يعني مراتي معايا، مراتي قاعده معايا، مراتي ما مشيتش مع حد والكلام ده، وانا انسوا انتوا تشوفوا عيالي، مش لو جبتوا 50,000 جنيه لو جبتوا في العيل 1,000,000 جنيه ولا 10,000,000 جنيه انا مش هديكوا عيالي، تكفي الوقت ان لغايه دلوقتي ان العيال بتصلي وعارفين ربنا والكلام ده، عيالي بتصلي وانا بصلي، وده الاشهار بتاعي اهو، الاشهار اهو، الاشهار اهو، ده اشهار الظهر، الاشهار بتاعي انا واولادي، 31 مايو ماشي السنة دي، 31 مايو السنة دي 2010 يعني خمسة، واحد شهر خمسة بتاريخ 5 2010